غادرنا إلى دار البقاء اللاعب الدولي الفرنسي والمدرب السابق للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم أنري ميشيل عن عمر يناهز 70 سنة. وكان أنري ميشيل المشرف على المنتخب الوطني المغربي في مونديال فرنسا 98-900 حين خرج بصعوبة من الدور الأول بعد تعادل وفوز وهزيمة، كما قاد فريق الرجاء الرياضي للفوز ببطولة كأس الكاف سنة 2003 وبطولة الدوري المغربي سنة 2004، علما أنه أشرف أيضا على المنتخب الإيفواري الذي لعب نهاية كأس الأمم الإفريقية سنة 2006 بمصر. وقضى ميشيل معظم فترات حياته كلاعب ضمن فريق نانت الفرنسي الذي قاده للفوز بالدوري في 3 مناسبات وبكأس فرنسا في مناسبة واحدة، كما لعب للمنتخب الفرنسي 58 مباراة دولية في الفترة بين 1967 و1980، من ضمنها مشاركة واحدة في كأس العالم سنة 78-900. وفي مجال التدريب قاد أنري ميشيل المنتخب الفرنسي الأولمبي للفوز بذهبية أولمبياد 84-900، وأشرف على المنتخب الفرنسي الأول الذي احتل المركز الثالث في مونديال المكسيك سنة 86-900،